تلذذ بأكل لحوم البشر وأطعم معارضيه للتماسيح، قتل 100 طفل لرفضهم ارتداء الزي المدرسي، دخل الإسلام ليوم واحد ولقب نفسه إمبراطورا سيرا على خطى نابليون بونابارت، وحشي متعطش للدماء منعدم الإنسانية، لكنه أنجب ابنة رهنت حياتها للدفاع عن حقوق الإنسان. بوكاسا اليتيم المتوحش. ولد بوكاسا في أفريقيا الوسطى في 22 من فبراير عام 1921، وكان ابن رئيس القرية في عائلة لديها 12 طفلا. في صغره قتلت السلطات الاستعمارية الفرنسية والده وانتحرت والدته بعد ذلك. أعده أقاربه ليصبح كاهنا، لكنه تطوع بالجيش الفرنسي وقاتل على جبهات الحرب العالمية الثانية مع القوات الاستعمارية الفرنسية في الهند الصينية، وتقاعد برتبة نقيب. الدكتاتور القاتل. حين اكتسبت جمهورية أفريقيا الوسطى استقلالها وأصبح لها جيشها الخاص، تلقى بوكاسا رسالة من قريبه الكولونيل بأنه أصبح رئيس أركان القوات المسلحة، لكن سرعان ما أطاح بوكاسا بقريبه بانقلاب مسلح وأعلن نفسه رئيسا للبلاد، لتبدأ حكاية الدكتاتور الأكثر توحشا منذ لحظة توليه الحكم وحفل مراسم التنصيب. الإمبراطور الغريب الأطوار. حرص جان بيدل بوكاسا على الظهور بمظهر المتفرد المتميز، وكان يظهر بالزي الرسمي حاملا رتبة الفيلد مارشال، وتزين صدره النياشين والأوسمة، وبالفعل نجح في دخول التاريخ، لكن باعتباره أكثر الحكام غرابة في القارة السمراء، إذ وصلت غرابة أفكاره أنه أراد أن يمتلك قنبلة ذرية، كما كانت من أكثر لحظاته وقراراته جنونا حين أعلن تحويل بلاده إلى إمبراطورية، وسمى نفسه بوكاسا الأول ونصب ابنه وليا للعهد، فأقام حفل تنصيب أسطوري كرنفالي بمعنى الكلمة، إذ ارتدى زيا شبيها بزي نابليون، وأحاط به جنود يرتدون أزياء كأزياء فرسان القرن 19، وأحضر الزهور وزجاجات المشروب والعازفين والموسيقيين، وبالطبع التاج الفخري، ليكلف هذا الحفل الأسطوري خزينة الدولة حوالي 20 مليون دولار، وهو مبلغ تتخطى قيمته إجمالي الدخل القومي للبلاد لمدة عام في واحدة من أفقر بلدان العالم. آكل لحوم معارضيه. بدأ بوكاسا حكمه بسياسة بث الرعب في القلوب، إذ أقر قاعدة أن اللصوص تقطع أذانهم على أول جريمتين، ثم أيدهم إن كرروا السرقة. وبعد أن أعلن نفسه إمبراطورا، وضع على رأسه تاجا مرصعا بالألماس بلغت قيمته 5 ملايين دولار. أما صولجانه الذي لا يغادر يده فهو من الذهب والماس، ووزنه 5 كيلوغرامات، وجلس أيضا على عرش من ذهب، وكان يتنقل بموكب أسطوري، حيث عرف ببذخه في كل شيء حتى في الزواج، إذ كان الكاثوليكي الوحيد في التاريخ الذي تزوج عددا كبيرا من النساء وأنجب 10 أولاد، لدرجة أنهم لا يعرفون بعضهم البعض. كذلك كان بوكاسا جزارا لمعارضيه، فذات يوم أقام وليمة كبيرة في قصره جمع فيها كل وزرائه، ثم بعد الانتهاء من الطعام أخبرهم أن اللحم الذي أكلوه هو جسد أحد وزرائه. ومن غرائبه أيضا حكايته مع القذافي الذي قال له ذات يوم: أسلم تفتح لك خزائني، ليدخل بوكاسا الإسلام على الفور ويسمي نفسه صلاح الدين أحمد بوكاسا. لكنه ما إن غادر الحدود الليبية حاملا حقائب المال حتى عاد إلى دينه الأصلي، كما أشيع عنه أنه كان يأكل لحوم معارضيه ويقتلهم بأساليب وحشية،
ثم يلقيهم للأسود والتماسيح في حديقة حيوانات بقصره. أما الشعرة التي أسقطت حكم بوكاسا فهي حين فرض على جميع الطلاب في البلاد ارتداء زي مدرسي موحد عليه صورته ويصنعه معمل تملكه زوجته، إلا أن أولياء الأمور لم يستطيعوا تحمل نفقات الزي، ما دفع حوالي 200 طالبا للتظاهر ليفقد الديكتاتور صوابه ويأمر حرسه باعتقال التلاميذ. وفي ساحة سجن بانجي الكبير حضر الإمبراطور في كامل أبهياته وبيده صولجان ذهبي، وصرخ بوجه التلاميذ الذي كان أكبرهم في 15 من عمره بأنهم لم يكونوا بحاجة للزي بعد ذلك اليوم. وبالفعل بدأ بتنفيذ عمليات إعدام جماعية بهم، وشارك بنفسه بقتل 100 منهم في السجن، و100 آخرين قيل أنهم أعدمهم في قصره بدهسهم بمركبات عسكرية في قضية أطلق عليها الزي المدرسي. قررت بعدها فرنسا التخلص من بوكاسا نهائيا، فنفته إلى فرنسا بعد شهر من المذبحة. جرائم خارج حدود العقل. مع نهاية عهد بوكاسا بدأت المهمة الصعبة بالكشف عن بقايا ضحاياه، لتعثر فرق التنقيب في سجن بانجي على بقايا عشرات تلاميذ المدارس. وفي قصر الإمبراطور وجدت الفرق عظام 37 طفلا آخرين كانوا قد قدموا كوجبات لتماسيح بوكاسا الأربع المدللين، ما استدعى مقاضاة الرئيس المجنون الذي زاد على أفعاله الغريبة أنه عاد إلى بلاده عام 1986 من فرنسا ليواجه تهما بالقتل وإخفاء الجثث وأكل لحوم البشر. حكم عليه بموجب أول تهمتين بالإعدام، بينما تمت تبرئته من تهمة أكل لحوم البشر بدفاع يعرف بأنه الأغرب على الإطلاق، حيث أنه رد على القاضي بالقول: لحم البشر مالح يا سيدي، وأنا لا أحب اللحم المالح. وبهذا اعتبرت قضية تبرئته من هذه التهمة واحدة من أغرب القضايا في التاريخ، فكيف عرف بوكاسا أن اللحم البشري مالح إن لم يتذوق؟ ليخفف حكم الإعدام عن بوكاسا بعد ذلك، فأطلق سراحه عام 1993 وتوفي بعدها بثلاثة أعوام. رغم كل ما مر عن بوكاسا من إجرام وبشاعة، إلا أن ابنته كيكي بوكاسا هي اليوم واحدة من أشهر النشطاء الحقوقيين، حيث عرفت برهن موهبتها وعلمها كرسامة لمساعدة الأطفال وإنتاج كتب لهم. ووهبت ابنة الدكتاتور الذي قتل أطفال المدارس وأكل لحومهم حياتها ووقتها لتبعث الحب والأمل في أطفال لبنان والعمل على إسعادهم ورسم الفرح على وجوههم. فما رأيك بسيرة هذا الإمبراطور المجنون؟ وهل تنطبق عليه وابنته مقولة الشوكة المؤذية التي أنجبت وردة فواحة؟